انا كنت اتفرج في السعوديه في امينيم رشقوا عليها ونقولها رشقوا معناتها بأتم معنى الكلمه، منجله 750 الف دولار يلبس فيها وفرحان وكل شيء يتصور فيها. الفنان يطيح من عينك بلتي لما نحكي على امينيم، القوه والالتزام ومن بعد نلقاه معناتها يمد في يده الانسان باش يلبسه منجله كادو. والله شوف، انا ملومش على الغرب، على خاطر هنا قلت لك الغرب موقفه واضح. انا نلوم على العرب اللي قاعده تدعم فيهم وكيف نقولوا فيهم وتقبل فيهم في اراضيهم في ظرف كيف هكا. فهمت؟ انا شفت مواقف الفنانين ولا الرياضيين، معناها الاوروبيين ولا الامريكان، معناها موقفهم كان واضح. نشوف واحد من فلويد مايويذر اللي تشوف انت ممكن اشتر معناها نص اللي زابوني نتاعو عرب يا خويا، قاطع اخرج. ليبرون جيمس كيف كيف ديسيو من ديجي خالد ذو الاصول الفلسطينيه، هذاك لا ما نحكيوش عليه. هذاك بالنسبه لي انا معناها ما ما معناها بيع ذمته وبيع اصله وبيع كيف نقولوا فيه وبيع دينه وبيع ولد بلاده وبيع بلاده وبيع العرب الكل. فهمت؟ احنا كان اسمعني لسامي مثلا بلا حديد، بلا حديد شفت بلا حديد كان موقفها واضح من القضيه الفلسطينيه وعارفينها اللي هي في معناها في الدومين بتاع المانكينا، وانت تعرف معناها دومين المانكينا وخلصت وراه معناها وقعدت تخلص بلا حديد. سي نورمال يخلصوا جيجي حديد وبوها، اي سي نورمال يخلصوا. لكن في انا قلت لك في 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 ظرف كيفك لازمك تاخذ موقف يا معاهم يا ما يا ضدهم. فهمت؟ وبين معناها الموقف من برشا ارتيستوات معناها وبرشا معناها ديسبورتيف معناها في الغرب. الغرب موقفه واضح. يعني قلت لك لي زوكسيدونتو ما نلومش عليهم، على خاطر احنا كان نحكيو بالدين ولا نترضى عنكر اليهود ولا النصارى حتى تتبع عملتهم. فهمت؟ نعم. جست بربي بلتي انا في الغنية هذه افتقدت إليانا فلسطينية ونعرف اللي غنيت معاك وغنية وفيها مساجات على فلسطين خليت بلاصتها في غنية كما هكا. وي بصراحة معناها ما أنا تفاجأت أنها ما هيش موجودة. فهمت؟ صراحة تبقينا ما نعرفش أنا الغايب حشته معها، أنا ما نجمش معناها نحكي في بلاصتها. أما عندها بلاصتها في البروجي كما هكا أكيد أكيد أكيد. لكن فما ديزارتيست كيف عصام النجار مثلا، كيما زين، كيف ما نعرفش أنا، هذوما خذوا بوزيسيون وعجبتني منهم وتحيه لهم. بورتو معناها مازالوا دي جون زارتيست راهو مازالوا في البدايات نتاعهم. فهمني؟ كانوا ينجموا يخافوا وما يدخلوش فيه البروجي، لكن معناها خذوا كيف نقولوا فيها موقف، خذوا موقف موقفوا وكانوا واضحين معناها. هذه حلم عربي جديده ولا ان شاء الله ان شاء الله. انا عطيني المساج هذا يوصل اسمعني، ما حشتيش بالمساج تاع الاغنيه هذه باش يوصل للغرب، حشتي بيه باش يوصل للدول العربيه والحكام الدول العربيه. فهمت؟ وان شاء الله كيف نقولوا فيها. هو اسمعني، هي الاغنيه انا قلت لك ماهيش اغنيه بالنسبه لي انا نداء. فهمني؟ والبيوت نتاعها كاريتاتيف معناها باش نحاولوا باش نلموا كيف نقولوا فيها الفلوس هذيك كليك باش ندعموا بها العائلات واخواتنا في غزه. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ما فما كان الاخبار اللي على الاقل تكون اكثر انسانيه، ما طالبين حتى شيء، طالبين انه الامور تولي أكيد. انسانيه في قطاع غزه. احنا مثلا انا وقفت تورني نتاعي في الاوروب. فهمت؟ وليزورغانيزاتور مثلا كيما ارموزو تحيه ليه ومتفاهم معناها، وحتى الببليك كان متفاهم. بورتون عملنا كومبلي في باريس، لكن يعني عملنا انيلاسيون مش انيلاسيون ريبورتي الى اجل غير مسمى. فهمت؟ هذا لو مينيموم اللي نجمو نعملوه معناها احنا كديزارتيست. لكن الارتيست وحده ما ينجم يعمل حتى شيء. اعطينا خويا الحكام العرب شنو تنجم تعمل. نشكرك برشا بلتي، يعطيك الصحة.